السجن والغرامة، القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش. إليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. رفضت محكمة جناح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 وتأييد حكم أول درجة. وجاء في منطوق الحكم أولا قبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع الطعن بالتزوير برفضه لصحة الاستكتاب وتغريم الطاعنة مبلغ 4000 جنيه ثانيا، وفي الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف. وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 إنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.